عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ضيف مصر الكريم فخامة رئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا. His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, President of the Republic of Egypt, Egypt's Honorable Guest, His Excellency President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. نشهد الآن مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم المشتركة بين مصر ورواندا. Now we shall proceed with the ceremony of signing MOUs between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Rwanda. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا. يقوم بالتوقيع من الجانب المصري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويقوم بالتوقيع من الجانب الرواندي السيد فانسون بيروتا وزير الخارجية، فليتفضلا. MOUs on cooperation in the field of information technology and postal services between Ministry of Telecommunications and Information Technology, Arab Republic of Egypt, and Ministry of Telecommunications, Information Technology and Innovation, Republic of Rwanda, to be signed from the Egyptian side by Dr. Amr Talat, Minister of Telecommunications and Information Technology, the Rwandan side, Mr. Vincent Piruta, Minister of Foreign Affairs. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين معهد الدراسات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا. يقوم بالتوقيع من الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويقوم بالتوقيع من الجانب الرواندي السيد فانسون بيروتا وزير الخارجية. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال دعم الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ووزارة الشباب والثقافة بجمهورية رواندا.
يقوم بالتوقيع من الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويقوم بالتوقيع من الجانب الرواندي السيد فانسون بيروتا وزير الخارجية. MOU in cooperation in the field of sports support between the Ministry of Youth and Sports, Arab Republic of Egypt, Ministry of Youth and Culture, Republic of Rwanda, to be signed from the Egyptian side by Minister Sameh Shoukry, Minister of Foreign Affairs, Rwandan side, Mr. Vincent Perruta, Minister of Foreign Affairs. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ووزارة الشباب والثقافة بجمهورية رواندا. يقوم بالتوقيع من الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويقوم بالتوقيع من الجانب الرواندي السيد فانسون بيروتا وزير الخارجية. MOU in cooperation in the field of youth between the Ministry of Sports and Youth, Arab Republic of Egypt, Ministry of Youth and Culture, Republic of Rwanda, to be signed from the Egyptian side by Mr. Sameh Shoukry, Minister of Foreign Affairs, Rwandan side, Mr. Vincent Perruta, Minister of Foreign Affairs. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية وأكاديمية التراث الثقافي الرواندي بجمهورية رواندا. يقوم بالتوقيع من الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويقوم بالتوقيع من الجانب الرواندي السيد فانسون بيروتا وزير الخارجية. MOU and cooperation in the field of antiquities between the Supreme Council in the field of museums between the Supreme Council of Antiquities, Arab Republic of Egypt, the Academy of Rwandan Cultural Heritage, Republic of Rwanda, to be signed from the Egyptian side by Minister Sameh Shoukry, Minister of Foreign Affairs, Rwandan side, Mr. Vincent Perruta, Minister of Foreign Affairs.
إذن هي علاقات خاصة ووطيدة تمتد وتضرب بجذورها في التاريخ ما بين مصر ورواندا. بول كاغامي ضيفا كريما على مصر وعدد من اتفاقات التعاون المشترك ما بين مصر ورواندا وعلاقات تمتد بأبعاد جيوسياسية. مرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة من التلفزيون المصري. تابعنا منذ قليل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين مصر ورواندا، حيث شهد المراسم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرواندي بول كاغامي. وكان الرئيس السيسي قد استقبل في قصر الاتحادية الرئيس الرواندي، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، علاقات خاصة تربط ما بين مصر ورواندا، دولة المنبع رواندا ومصر إحدى دول المصب، يعني حوض النيل، وهذه الروابط التي تربط ما بين دولتين صديقتين وشقيقتين في إفريقيا، وأيضا مجالات التعاون المشترك فيما بينهما. كيف ترى هذه المجالات التي توجت بعدد من مذكرات التفاهم اليوم في مجال الرياضة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا المجال الدبلوماسي؟ إذن هو كما تفضلت، هي روابط قديمة قدم التاريخ وقدم نهر النيل الذي نستفيد منه جميعا. وفي العصر الحديث طبعا مصر ساندت كل دول افريقيا في حركات التحرر من الاستعمار. واذكر عندما كانت رواندا وبوروندي دوله واحده ملكيه، ان شارك ملك هذه الدوله في مؤتمر القمه الافريقيه سنه 64 بالقاهره، وقابل الرئيس جمال عبد الناصر وطلب منه ان تساعده مصر في بعض المباني، بل طلب منه طلب غريب بعض الشيء. كان مرافقه السكرتير الاول السفير لاحقا نجيب فخري، واعجب بمرافقه فطلب ان يكون هو السفير بينما هو سكرتير اول. والرئيس عبد الناصر يعني قرر ان يحدث هذا الاستثناء، واوفد هذا السكرتير الاول يكون اخا وشقيقا لجلاله الملك وقتها. ثم حصل الانفصال بين رواندا وبوروندي، فاعترفنا بالدولتين في عقد السبعينيات، ووقفنا معهما كما وقفنا مع كل بلدان افريقيا. لهذا انا دائما اقول أن الوجه المصري هو أكثر الوجوه قبولا في القارة الإفريقية لهذا التاريخ الطويل، بل أن بعض الدول التي ترتبط معنا بحوض النيل تفتخر بعض قبائلها بأنها ذات أصول فرعونية، وأن الفراعنة دخلوا القارة عن طريق نهر النيل، وأيضا دخلوا القارة عن طريق البر الغربي والبر الشرقي للقارة. إذن هي يعني فترة طويلة جدا من تاريخ ممتد. الآن صحوة جديدة بفضل السياسة التي نتبعها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسته للاتحاد الإفريقي سنة 19، ثم ضم جميع التجمعات الاقتصادية الإفريقية في تجمع كبير، منطقة تجارة حرة إفريقية كبرى، ومسارات عديدة وكثيرة تربطنا بهذه القارة.
مرحبا اذا برئيس رواندا، شقيق عزيز، تاريخ طويل، لكن نريد ان نقفز على هذا لان التجاره استنفذت كل مقاصدها، ومصر تحقق في التجاره مع افريقيا ومع الدول العربيه بالمناسبه فائض في الميزان التجاري، لكن ابعد من ذلك يتطلب الاستثمار بقى عشان نستثمر في مجالات لم نكن ندخل فيها. مثلا لو تحب تستوردي اخشاب من افريقيا، لا لازم تجيبيها من دول اوروبيه لانها محتكره لكل المواد الخام. وانا سفير في غينيا الاستوائيه كنا نريد ان نستورد نبات اللي هو بنتعمل منه الشوكولاته، لا ده محتكر من احدى الدول الاوروبيه. اذا مطلوب نروح باستثمارات معقوله ما هيش مليارات ولا حاجه، ملايين قليله ممكن ان ننشئ عشرات المشروعات، نشغل مئات الالاف من الشباب عن من المصريين ومن الافارقه. المجالات لا يحدها الا السماء، لكن علينا ايضا تحديات. نعم. ان الطيران لا يذهب لكل المدن الافريقيه، وانا سفير في الكاميرون المسافه بين القاهره والكاميرون ساعتين، انما في الواقع كنت بقضي في ثلاث ايام عشان على بال ما انتقل من عاصمه الى اخرى. مطلوب الطيران يدخل كل البلدان، مطلوب البنوك ترتقي الى مستويات الجوده العالميه، مطلوب الاتصالات ايضا، مطلوب النقل البحري، كل هذه نعم. مسائل. إذن توجيه بوصلة الاستثمار بأشكال متعددة أو بأبعاد كثيرة، لكن أيضا يعني حوض النيل وهذه العلاقة الخاصة ما بين مصر ورواندا ودول حوض النيل، برأيك كيف تلقي هذه العلاقات وهذه الزيارة الهامة لبول كاغامي بظلالها على ملف سد النهضة وحق مصر في المياه بالشكل المتوازن وفق القانون الدولي ومحدداته؟ يعني أنا مع دراساتي المتواضعة لهذا الموضوع ومنها بعض رسائل الدكتوراه في الجامعة من 20 سنة، أكاد وجدانيا أكون مطمئن لهذا الملف. لهذا تلاحظي أن مصر تتعامل مع هذا الملف بهدوء ودون جلبة أو شوشرة إعلامية كبيرة. بعض الناس يعني ينتقدون هذا، لكن لا، أنا مع هذه السياسة الهادئة، لأن في النهاية في النهاية مياه النيل التي تأتينا المشكلة مع النيل الأزرق وليس النيل الأبيض، وبالتالي هي نوع من المشكلة السياسية والعناد السياسي. نريد أن نأخذه بروح نفس طويل جدا، وسوف ينتهي هذا الملف بإذن الله لما فيه صالح مصر وكل الأطراف. فأنا مش قلقان من هذا الملف، هو بس عاوز صبر طويل وتعامل دبلوماسي كما يليق بمصر، أقدم بلدان العالم في التاريخ الدبلوماسي. نعم، سفير جمال بيومي وزير المساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكرك. ونتحول إلى المؤتمر الصحفي ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر الكريم الرئيس الرواندي بول كاغامي.
تفضل استاذ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الشقيقة، السيدات والسادة، يسعدني اليوم الترحيب بأخي فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الشقيقة، والذي تحمل زيارته العزيزة إلى القاهرة الكثير من معاني الأخاء والترابط بين مصر ورواندا، وتعكس مدى قوة العلاقات الثنائية التي تربطهما، كما تأتي استمراراً للتواصل والتنسيق المستمر بيننا حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية. وأننا نعتز كثيراً بما تتسم به لقاءاتنا من قدر كبير من التفاهم والود واتفاق وجهات النظر حيال العديد من القضايا، ونحرص على تبادل الرؤى تقديراً لدور فخامته الإقليمي والقاري ولما تتسم به رؤيته من عمق والسداد وسداد تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك. وأود في هذا السياق أن أعرب عن تقدير مصر وفخرها بتجربة رواندا الرائدة في التنمية تحت قيادته، والتي انطلقت بالبلاد من مرحلة التحديات والصعاب إلى مرحلة تحقيق رؤية تنموية الطموحة على كافة الأصعدة، كقصة نجاح إفريقية ملهمة والتي ظهرت ثمارها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية. السيدات والسادة، لقد ناقشنا اليوم التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وما شاهدته من خطوات جادة لدفع وتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتوافقنا على أنه برغم من العديد من الإنجازات التي حققناها في تنمية تلك العلاقات، إلا أنه ما زالت هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها. لقد اتفقنا اليوم على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بالفعل بيننا، وذلك لدفع التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما توافقنا على ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، والذي نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا، واتفقنا على ضرورة استغلال ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة للتعاون ودفع الشراكات الاقتصادية سواء الرسمية أو من خلال القطاع الخاص بين البلدين، وضرورة تأثير الاستثمارات المصرية في رواندا، وذلك إيماناً بدور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين. وبحثنا كذلك التعاون القائم في المجال الطبي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأود أن أشيد في هذا الإطار بما تبذله رواندا من جهود إقليمية مقدرة في هذا المجال. وفيما يتصل بعملية بناء الكوادر الهادفة إلى دعم التنمية، فقد أعدت التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في تسخير إمكانياتها والعمل على توفير التدريب وبناء قدرات الكوادر الرواندية في مختلف المجالات بالتنسيق بين مختلف الجهات المصرية. وعلى جانب آخر، فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية. وأكدت كذلك على ضرورة توصل اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولت المباحثات بيننا قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، والتي تشكل تحدياً حقيقياً لعملية التنمية في إفريقيا.
واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، كما نوهت إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مشيدا في المقابل بالجهود الرواندية في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا. وقد تبادلنا كذلك وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة، ولقد تناولت كذلك خلال مباحثاتي مع الرئيس كاجامي تعاوننا وتنسيقنا المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وكذلك تجمع الكوميسا الذي ترأسه مصر حاليا، وتوافقنا على أهمية الإسراع بناء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتفعيلها. وأكدت في هذا الإطار دعم ومساندة مصر عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي وتقديرنا لجهود فخامته على هذا الصعيد باعتباره رائدا لهذا الملف المهم. وأخيرا وفيما يتصل باستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022، فقد أكدت حرص مصر على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول قارتنا الإفريقية في هذا المجال، وعزمنا أن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في مجال العمل الدولي المشترك حيال المناخ. أخي فخامة رئيس بولكاجامي، أعرب لكم مجدداً عن امتناني لتشريفكم الكريم وتقديري لمباحثتنا البناءة اليوم التي أكدت حرصنا المتبادل على وطيد علاقتنا الاستراتيجية تحقيقاً لمصالحنا المشتركة، متمنياً لفخامتكم ولشعب رواندا الشقيق المزيد من التقدم والاستقرار. شكراً. تفضل فخامة الرئيس. Excellency. صاحب الفخامة. President. الرئيس. عبد الفتاح السيسي. My brother, friend. أخي وصديقي. I would like to start by thanking you. أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لسيادتكم ولحكومة مصر على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة التي تلقيناها في هذا البلد الجميل. The President and I. السيد الرئيس وأنا قد عقدنا محادثات مثمرة للغاية، وأتطلع إلى مواصلة تعميق شراكتنا. الاتفاقات التي وقعت اليوم تستند إلى العلاقات طويلة الأمد بين مصر ورواندا والاستفادة والتبادل المستفيد فيما بيننا في العديد من المجالات. إن جائحة كورونا فيروس ذكرتنا بأهمية الترابط أكثر من ذي قبل، وأنه لا يوجد بلد يمكن أن يتعامل مع أزمة عالمية بمفرده. إذن فإن التعاون هنا هو أمر مهم للغاية، وتحديد مجالات جديدة للتعاون هو أمر حتمي وحساس لإعادة اقتصادنا على المسار مرة أخرى وتعزيز وتوقية القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية. وهذه نقطة انطلاق جيدة للاستفادة وتعظيم مجالات التجارة الحرة في أفريقيا والتي هي تعمل في الوقت الحالي، وهذا سيخلق العديد من الفرص ولا سيما بالنسبة لأصحاب الأعمال وللشباب، وحماية مستقبلهم هو أمر أساسي بالنسبة لقارتنا وكذلك بالنسبة للتنمية المستدامة. سيدي الرئيس، أنني لا أغفل أننا لازلنا لدينا ذكريات
جميلة أثناء الزيارتين التي قمت بها سيادتك من أجل تعزيز العلاقات الشخصية والعلاقات بين البلدين. ومرة أخرى أود أن أشكر سيادتكم على هذه الدعوة لزيارة مصر، وأنني أتطلع إلى الاستقبال سيادتكم والترحيب بكم في الوقت المناسب لكم في رواندا لمواصلة التوسع وفيما بدأناه بالطبع واتفقنا عليه هنا اليوم. وشكرا على حسن انتباهكم وعلى كرم الضيافة وحرارة الاستقبال الذي تلقيناه. أتوجه بالشكر لسيادتكم ولحكومة سيادتكم ولشعب مصر. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مرة ثانية في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري، والتي جاءت لمتابعة هذه الزيارة الهامة للرئيس الرواندي بول كاغامي إلى بلده الثاني مصر. تابعنا الآن المؤتمر الصحفي الذي عقد ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الرواندي، والذي أكد فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات الخاصة التي تربط ما بين مصر ورواندا في كافة المجالات، خاصة في مجال التبادل التجاري والتعاون والتدريب للكوادر البشرية من أجل التنمية والبناء في دول القارة الإفريقية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تحدث عن تنمية الشراكة ما بين مصر ورواندا في جوانب عدة، ليس فقط على المستوى الرسمي لكن أيضا بتنشيط القطاع الخاص ودفعه لمجالات الاستثمار المشترك ما بين مصر ورواندا، بوصفه قوة دافعة داخل الدول الإفريقية المختلفة. أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجربة التنموية الناجحة لرواندا وكيف مثلت نموذجا يحتذى به داخل القارة الإفريقية، وأيضا مجالات التعاون التي امتدت للمجال الطبي وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتنشيط اتفاقية التجارة الحرة ما بين الدول الإفريقية المختلفة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال هذا المؤتمر الصحفي على أيضا شكل التعاون فيما هو قادم بالنسبة للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية في ظل استضافة مصر للدورة 27 للاتفاقية الإطارية لدول الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في نهاية هذا العام. التطرق في المباحثات شمل أيضا ملف سد النهضة وفق المصالح المشتركة التي تؤكد عليها مصر في أحقيتها في مياه النيل دون المساس بأي ضرر من دول الحوض أو حتى دولتي المصب مصر والسودان وفق القانون الدولي والمحددات الملزمة والمتوازنة لهذا الملف تحديدا. قضية أخرى أكثر أهمية أشاد بها أو تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ملف الإرهاب ومكافحة الإرهاب، وكيف أن مصر يعني كان لها الدور الكبير في مكافحة الإرهاب وهذا التحدي الذي ربما يعرقل عمليات التنمية بشكل واضح داخل القارة الإفريقية من خلال مركز الساحل والصحراء الذي أنشأته مصر. إذن هي العلاقات الخاصة التي تربط ما بين مصر ورواندا في كافة المجالات، وزيارات متبادلة على المستوى الرئاسي و للمسؤولين من البلدين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي. أستاذ جميل، يعني مصر ورواندا ومجالات تعاون جديدة
مشتركة. كيف ترى هذه الزيارة الهامة وما يمكن أن تقوم به من تعظيم التعاون ما بين البلدين؟ هو بالفعل هي زيارة هامة جدا في توقيت هام. طبعا احنا عارفين ان مصر من عام 2014 حتى وقتنا هذا هي ليها دور كبير جدا في التنمية داخل القارة الأفريقية، وأقامت علاقات قوية مع الدول الأفريقية، وكان لمصر دور مهم عندما تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي وقدرت ان هي توصل الصوت الأفريقي للعالم كله. طبعا مصر في مع الدول الأفريقية في علاقات ممتدة، علاقات تاريخية، العلاقات كلها بتصب في مصلحة تنمية القارة الأفريقية وتنمية الدول الأفريقية وتعظيم دور القارة الأفريقية على مستوى العالم في كافة المجالات. طبعا لقاء الرئيس النهاردة مع رئيس رواندا هو زي ما قلت لحضرتك هي زيارة مهمة في العديد من الملفات وتم مناقشتها اليوم، وكلها ملفات مهمة جدا زي ملف سد النهضة اللي تحدث عنه الرئيس ودائما ما يتحدث عنه، وعن حق مصر المائي وعدم الانفراد بأي قرار وحيد يؤخذ من أحد الأطراف يؤثر على الأطراف الأخرى، بالإضافة طبعا إلى ملف الإرهاب وهو ملف مهم جدا وعانت منه القارة الأفريقية، وهو كان لمصر دور رائد منذ عام 2016 عندما قررت مصر عقد اجتماع لوزراء دول الساحل والصحراء في شرم الشيخ ومواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسللت داخل القارة الأفريقية وأثرت بشكل كبير على عملية التنمية وعملية الاستقرار. وأيضا تم إنشاء زي ما سيادة الرئيس تحدث اليوم عن إنشاء مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء الذي أقيم في القاهرة، ومصر قدرت أنها تدرب أكثر من 2000 ضابط من دول الساحل والصحراء، وأيضا إجراء مناورات عسكرية مع دول الساحل. طبعا كل ده من أجل تحقيق الاستقرار، لأن وجود الإرهاب ووجود تنظيمات إرهابية في الدول الأفريقية كل ده بيأثر على عمليات التنمية، بيأثر على السلم العام، بيأثر على التقدم الاقتصادي لأي دولة. فده من الملفات المهمة جدا اللي مصر بتلعب فيها دور كبير جدا من أجل تحقيق الاستقرار والقضاء على التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود اللي تم زرعها في القارة الأفريقية. نعم. طبعا بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدولتين طبعا ده شيء مهم، وفي تزايد في هذا الملف بشكل كبير. وأيضا بالنسبة للاجتماع الذي المؤتمر الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ في نهاية العام الحالي، طبعا ده شيء مهم جدا، وإن مصر تكون دولة رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر أو حماية البيئة وحماية المناخ على مستوى القارة الأفريقية وتعممها. نعم، لكن دعني أعود مرة أخرى للقوى الضاربة في أي مجتمع أو طاقاته، الشباب، وكيف يمكن البناء على الكوادر البشرية المؤهلة ذات الخبرة في بناء الدول الأفريقية؟ هو طبعا الاهتمام بالشباب ده شيء مهم جدا في إعادة بناء الدول اللي بيبنيها هم الشباب، طبعا الخبرة متواجدة ولكن الشباب هم بيعيدوا بناء الدول مرة أخرى. لكن احنا وفي على فكرة التجربة الرواندية تجربة مهمة جدا في إعادة بناء الدولة مرة أخرى. الشباب طبعا في تنسيق، والنهارده شفنا في اتفاقيه تمت بين مصر ورواندا في مجال الشباب لاعاده تاهيل الشباب طبعا واعاده تدريبهم طبعا على المستوى الرياضي وايضا على المستوى التدريبي. يعني احنا لو هنشوف ان ممكن يكون في خبرات روانديه يتم تدريبها في الداخل المصري او الخبرات المصريه يتم الاستفاده منها في رواندا، زي ما طبعا
مصر قدمت أو كان ليها دور كبير في العديد من الدول الأفريقية مثل السد في تنزانيا، وأيضا الشركات المصرية التي بتقوم بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في العديد من الدول الأفريقية من أجل التنمية الشاملة تلك الدول. إذن والشباب وإعادة تدريب الشباب الأفريقي طبعا ده شيء مهم، وأكيد بيستفيد من الخبرات المصرية في كل المجالات. الوجهة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص بالشكل الفعل والأمثل، ما يمكن أن يضيفه في مجال الاستثمار ما بين الدولتين مصر ورواندا، وتشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية النطاق الأوسع في إطار اتفاقية التجارة الحرة؟ هو بالطبع الشركات الخاصة لها دور كبير ولها دور محوري في العلاقات المصرية الأفريقية ككل، وليها الشركات المصرية بتقوم بالاستثمار في العديد من الدول الأفريقية، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده أنها بتساهم في زيادة التنمية داخل الدول الأفريقية، وأيضا بتعود على النفع للبلدين. فأعتقد وفي نماذج كتيرة جدا من الشركات المصرية المتواجدة في الشركات الخاصة المتواجدة في العديد من الدول الأفريقية. طبعا وجود شراكة أو وجود شركات خاصة في رواندا في مجال الاستثمارات، في مجال البنية التحتية، في المجالات كافة، كل ده بيعود بالنفع على دولة رواندا، وأيضا بيعود على النفع على الدولة المصرية، ومن ضمنها أيضا نقل الخبرات إلى رواندا والاستفادة الدولة في إعادة البناء وفي التنمية الشاملة اللي بتشهدها القارة الأفريقية في الوقت الحالي. نعم أستاذ جميل، القوى الناعمة وما يمكن أن تضيفه أيضا في مجال توطيد هذه العلاقات الخاصة. هي القوة الناعمة ده شيء مهم جدا ويجب أن تستفيد منه كافة الدول، القوة الناعمة من خلال الإعلام، من خلال أيضا البعثات اللي بتنفذ من خلال الأزهر الشريف اللي متواجدة في كافة القارة الأفريقية وفي جميع الدول. كل ده بيعيد أو بينمي العلاقة بشكل كبير بين مصر ورواندا أو مصر والدول الأفريقية بشكل كامل، والوصول إلى علاقات قوية، علاقات مترابطة من أجل مواجهة التحديات اللي بتخوضها القارة الأفريقية. إحنا في تحديات كثيرة جدا بتخوضها القارة الأفريقية على كافة المجالات، فوقوف الدول الأفريقية بجانب بعضها البعض والاستثمار بشكل كبير في البشر والاستثمار الاقتصادي أيضا هيعيد بناء الدول الأفريقية ويجعلها تقف أمام التحديات. احنا شايفين أن الدول الأفريقية كلها للأسف شديد بتعاني في مجال المناخ، وسيادة الرئيس تحدث كثيرا أمام قمة بلاسكو عن أن الدول الأفريقية هي الدول التي تعاني من الأكثر تضررا. نعم الأكثر الدول أكثر القارات تضررا. فبالطبع وجود الدول الأفريقية كلها متحدة وعلى قلب رجل واحد من أجل الوصول إلى التنمية الشاملة، من أجل وصول مواجهة التحديات الكثيرة. طبعا القوى الناعمة ليها دور، الإعلام ليه دور، الأزهر الشريف ليه دور، الكنيسة المصرية ليها دور كبير جدا، العلاقات الرياضية كلها طبعا من القوى الناعمة، كل ده بتجعل العلاقات مترابطة، بتجعل العلاقات قوية بين الدول بعضها البعض. نعم، كيف كان لكل من مصر ورواندا الدور التنموي والتجربة الناجحة في المجال الاقتصادي، ومن ثم أصبحت مثل يحتذى به لكافة الدول الإفريقية؟ هو بالطبع رواندا ليها تجربة رائدة في إعادة البناء مرة أخرى وإعادة التنمية مرة أخرى. احنا شفنا للأسف الشديد كان من سنوات من أقل من 20 سنة كان في صراع داخل رواندا وقتل في مئات الآلاف بين صراعات إثنية بين الهوتو والتوتسي، وكان تحولت الدولة إلى دولة لصراعات داخلية وحرب إثنية.
فأعيد بناء الدولة رواندا مرة أخرى وإدخال العديد من التكنولوجيا داخل الدولة ويدرس أنها في سنوات بسيطة جدا أنها تحقق تنمية شاملة وتعيد بنائها مرة أخرى وتنبذ العنف وتنبذ الخلاف داخل الدولة. أما بالنسبة للدولة المصرية فالتجربة المصرية واضحة جدا، تجربة التنمية المصرية هي أصبحت نموذج مش على مستوى أفريقيا فقط ولكن على مستوى العالم، أن في خلال 7 سنوات أو 8 سنوات فقط تم تحقيق فيها العديد من المشروعات الكبرى. أصبحت مصر في الوقت الحالي دولة محل اهتمام دول العالم في تجربتها التنموية، في إعادة بناء الدولة، في الاهتمام بالمواطن المصري، في القضاء على العشوائيات، في برنامج مبادرة حياة كريمة اللي تصل لكل المواطنين المصريين. أيضا مصر أصبحت في الوقت الحالي ركيزة يعتمد عليها العالم في عملية المحافظة على البيئة والمحافظة على المناخ، بدليل أن مصر ستستضيف في نهاية العام الحالي قمة المناخ. أيضا مصر لها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب وأنها استطاعت أنها تقضي على التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، حاربة الإرهاب نيابة عن العالم، محافظة الأمن والاستقرار مش في مصر فقط ولكن مصر وفي دول شمال المتوسط وفي البحر المتوسط أيضا. إذن التجربة المصرية تجربة رائدة في كافة المجالات، وأيضا التجربة الرواندية هي تجربة رائدة في إعادة بناء الدولة بعد صراعات إثنية بين الأطراف المختلفة داخل الدولة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي. ومشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري لزيارة الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى مصر ومجالات التعاون المشترك ما بين البلدين مصر ورواندا، وعلاقات خاصة في كافة المجالات ليس فقط في المجال الاقتصادي والتجاري لكن أيضا في مجالات الإعلام والتعاون الطبي ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأيضا تنمية الكوادر البشرية والمشاركة في عمليات التنمية بجوانبها العديدة. دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور علي، أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. دكتور علي، مصر ورواندا المعبر التجاري الواضح للقارة الإفريقية هي رواندا، ومصر أيضا تمتد بأزرع التعاون المشترك ما بينها وما بين الدول الإفريقية، وبشكل أو بآخر تحاول أن تجعل هناك نوع من التبادل التجاري المتوازن إذا لم يكن هناك فائض مصري لهذا الميزان التجاري ما بين الدول الإفريقية. كيف ينمى هذا المجال بالشكل الأمثل؟ في البداية طبعا خلينا نقول أن التحديات والصدمات الاقتصادية اللي احنا بنتابعها بداية يمكن من حرب تجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لبنوان في جائحة كورونا حتى الأزمة الروسية الأوكرانية، ابتدت أن هي تفرض على الدول إزاي أن هي تذهب لمستويات أعلى من التكامل الاقتصادي والتعاون الاقتصادي، ومن هنا إزاي أن مصر كان ليها دور مهم جدا على مستوى القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية في العودة مرة أخرى لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، وده يمكن الجانب السياسي والدبلوماسي الطيب ابتدى ينعكس على الجانب الاقتصادي في السعي لزيادة معدلات التبادل التجاري وكمان العمل على فكرة الاستثمارات المشتركة. ازاي ان العلاقة ما بين مصر ورواندا هي علاقات تاريخية في الوقت اللي احنا شايفين كمان ان احنا بنستفيد من هذه العلاقات التاريخية في زيادة لمعدلات التبادل التجاري. احنا كمان رواندا كان ليها تجربة اقتصادية مهمة جدا وتجربة ناجحة جدا خلال الفترة الماضية، كانت حققت معدل نمو في 2019 حوالي 7%، واحنا كمان قدرنا عن طريق عديد من الاصلاحات الاقتصادية ان احنا نعالج مشاكل وتحديات كنا يعني للاسف الشديد بنمر بيها لفترات طويلة. بالتالي في الوقت الراهن ازاي ان احنا نقدر مع العلاقات السياسية والدبلوماسية ديت ان احنا نرفع من معدلات التبادل التجاري ما بين دولتين، ازاي كمان مصر ليها
تجارب ناجحة سواء على مستوى الاستثمار في البنية التحتية، سواء على ملف الطاقة اللي أصبح يمكن الحديث عنه على مستوى العالم بعد الارتفاعات الشديدة اللي بيشهدها تكلفة الحصول على الطاقة، ازاي ان تقدر رواندا تستفيد من هذا الأمر، كمان ازاي ان احنا نروج بشكل أكبر للصادرات المصرية ويحصل فيها زيادة بشكل كبير. العمل كمان على التعاون في عديد من الملفات اللي نجحنا فيها الفترة الماضية سواء على مستوى التحول الرقمي والشمول المالي. نعم. ودول ملفين مهمين جدا لتسجيل كافة العقبات أمام المستثمرين والقطاع الخاص. رواندا برضو يمكن ليها نجاحات كبيرة جدا على مستوى قطاعي الزراعة والصناعة، وده هيبقى مهم جدا، وبالأخص يمكن بالنسبة لقطاع الزراعة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، إزاي إن إحنا كمان نقدر نستفيد إن إحنا نتنوع في الأسواق اللي إحنا بنعتمد عليها في سد بعض من احتياجاتنا. فبالتالي هو تعاون وتكامل بيجي في توقيت مهم جدا من تاريخ الاقتصاد العالمي. نعم، السيد الرئيس أشار بأن أزمة كورونا لم تؤثر على هذا التعاون من الشق التجاري والاقتصادي ما بين مصر ورواندا تحديدا، لكن كما ذكرت هناك أزمة عالمية الآن، هناك ارتفاع في السلع الرئيسية أو الأساسية وبالطبع السلع الغذائية على رأسها. برأيك هل من الممكن أن يكون هناك نوع من الخروج من الأزمة بشكل أكثر ملائمة للدول الإفريقية التي بتعد الأكثر تضررا في كافة المجالات، ليس فقط في التغير المناخي، نتحدث أيضا عن الشق الاقتصادي والتجاري؟ أتفق مع حضرتك تماما في ما تم ذكره، لأن يمكن هناك حديث اليوم عن مشاكل مرتبطة بارتفاع معدلات الفقر والجوع في على مستوى القارة الإفريقية بسبب الأزمة الحالية وارتفاع تكلفة الحصول على الغذاء. نعم. فبالتالي ده أمر صعب جدا، الحكومات على مستوى القارة الإفريقية لم تتعافى بالشكل المطلوب جراء تداعيات جائحة كورونا وما تم توجيهه من حوافز اقتصادية. فبالتالي فكرة التعاون في الراهن تأمين الاحتياجات الأساسية والغذاء على مستوى الدول هو أمر مهم جدا. الدولة المصرية بتحاول أن هي في علاقات سياسية ودبلوماسية طيبة أن هي كمان يبقى هناك يعني نوع من أنواع زيادة في معدلات التبادل التجاري بشكل عام، ولكن يظل السلع الغذائية هي طبعا بتأتي في المقام الأول. فبالتالي فرصة مهمة جدا أن يبقى في هناك استفادة من كافة الأطراف، أن الدولة المصرية تقدر تستفيد من السوق الرواندي، أيضا السوق الرواندي يبتدي يستفيد من فوائد الإنتاج لدى الاقتصاد المصري في عديد من السلع الزراعية في المقام الأول وما يليها بعد كده من عديد من السلع الصناعية. فبالتالي ده يمكن أمر مهم. كمان احنا شفنا يمكن تعاون أو اتفاقيات خاصة بملفين مهمين جدا سواء على مستوى ملف الإعلام، على مستوى كمان الشباب والرياضة والتنمية البشرية. نعم. دي كلها يمكن ملفات هتقدر ان هي كمان تعمل نوع من انواع التنوع بشكل كبير في مجالات التعاون، ليس فقط على جانب اقتصادي ولكن كمان هي جوانب اجتماعية مهمة جدا بتصب ايضا في صالح الاقتصاد. نعم، هذا الزخم يعني ربما يتوج ايضا بجناحاء التنمية في اي دولة، القطاع الرسمي والقطاع الخاص. كيف يمكن تشجيع المستثمر في القطاع الخاص لبس المزيد من التمويلات في مجال الاستثمار في الدول الإفريقية؟ خلينا نقول طبعا ان يعني يمكن الدول الإفريقية بشكل عام كان عندها كتير من المشاكل والمعوقات والعوامل الطارده للاستثمار سواء على مستوى ضعف البنية التحتية، على مستوى يعني بعض من المشاكل المتعلقة بالفساد والبيروقراطية الروتين، دي كلها كانت طبعا تحديات كبيرة جدا. لكن أنا شايف أن يمكن القارة الإفريقية ابتدت أن هي تعدل بشكل كبير وتقدر أن هي تعالج كثير من هذه التحديات بحيث أن يكون هناك مناخ جاذب للاستثمار. أعتقد أن الملفات المهمة جدا اللي بيهتم بيها أي قطاع خاص وأي مستثمر في المقام الأول الاستقرار السياسي والأمن، يظل هذا أهم محدد بيركز عليه القطاع الخاص. ومن هنا حتى كان مصر ليها عديد من المبادرات على المستوى الإفريقي بشكل عام
وبالجزء المتعلق بهذا الأمر. يلي طبعا عديد من المحددات الخاصة بقى بتوفير البنية التحتية، الجزء المتعلق بالآليات الحديثة في التعامل مع المستثمرين، آليات الخروج، الجزء المتعلق بقى بالأمور الخاصة بالعمالة، جزء آخر مرتبط بملف الطاقة وتكلفة الحصول عليها، الجزء أيضا المرتبط بالمشاريع المشتركة والعمل على حل المنازعات. دي كلها تظل ملفات مهمة جدا للقطاع الخاص، وده اللي يمكن حتى خلال الافريقية كانت بتؤكد عليه لفترات طويلة، ومصر أكدت عليه في عديد من المحافل الافريقية اللي رابطت كمان يمكن بعض الدول الافريقية بدول زي الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك تأكيد دايما على أهمية القطاع الخاص وازاي ان هو شريك مهم جدا لعمليه التنميه في القاره الافريقيه. نعم، يعني اذا ما تحدثنا عن هذا الامر تحديدا والاستثمار بشكل عام، وكيف تشكل ايضا مصر حلقه الوصل ما بين افريقيا واوروبا والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، كيفية تنمية هذا المجال تحديدا واستغلاله بالشكل الامثل كما يجب ان يكون؟ فكرة ان مصر طبعا يمكن كان لها يعني خطوات مهمة جدا على مستوى الاصلاحات الاقتصادية، تتمتع بعلاقات سياسية ودبلوماسية طيبة مع معظم دول العالم، هناك ثقة من كافة الاقتصادات الكبرى والمؤسسات الدولية في الدولة المصرية، ومن هنا ازاي ان مصر بقت بتلعب دور مهم جدا ان هي حلقة وصل ما بين عديد من الدول الافريقية والمؤسسات الدولية والاقتصادات الكبرى بغرض زيادة معدلات التبادل التجاري. مصر يحسب لها انها لغت تماما مفهوم ومصطلح كان مستمر لعقود كثيرة جدا مرتبط بالتبعية الاقتصادية، وأصبح هناك مصطلح جديد أكدت عليه الدولة المصرية في عديد من المحافل، وهو المشاركة والتعاون. نعم. والسعي لتحقيق مزيد من النجاحات المشتركة، ومن هنا دوت اللي خلى كثير من الدول الأفريقية ابتدت إن هي تستفيد من التجربة المصرية والتعاون مع المؤسسات الدولية في ملفات مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والعمل على تذليل كثير من العقبات أمام القطاع الخاص وأمام المستثمرين. نعم، البنية التشريعية هل تحتاج إلى إعادة نظر ما بين الدول الإفريقية لتنمية كافة المجالات؟ أكيد طبعا، يظل هناك السعي لمزيد من الحوافز والضمانات بالنسبة للمستثمرين، التعديل في القوانين والتشريعات هو أمر غاية في الأهمية، كمان إزاي يبقى هناك جزء مرتبط بالقوانين والتشريعات التي تساعد على مزيد من التعاون ما بين الدول الإفريقية بعضها البعض، وده يمكن أمر ابتدى يتم التحرك عليه، إنشاء كمان كيانات قانونية تقدر إن هي تضمن مزيد من الاستثمارات كصندوق لضمان مخاطر الاستثمار في القارة الإفريقية على سبيل المثال، جزء آخر مرتبط بربط البنوك المركزية في إفريقيا، العمل على التعاون في شكل أسواق المال الإفريقية. دي كلها ملفات علشان نقدر نوصل للتعاون والتكامل بالشكل المطلوب، أكيد بتحتاج ظهير تشريعي وقانوني. نعم. يضمن مصالح جميع الدول المشاركة في هذا الأمر. دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، جزيل الشكر. إذن تتميز العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا بالتطور في كافة المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية، حيث يشهد التبادل التجاري ما بين البلدين تطورا ملحوظا، كما تتعاون مصر ورواندا في مجالات الري وحماية نهر النيل وتطهيره بدول حوض النيل من خلال تقديم الخبرة الفنية والمعونة المادية. علاقات اقتصادية متميزة تجمع بين مصر ورواندا، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية الذي حرص على تعزيز العلاقات المصرية ليس مع رواندا فقط ولكن مع كافة الدول الإفريقية. رواندا تعد من الدول التي طبقت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وتشهد المنتجات المصرية رواجاً متزايداً بالسوق الرواندية كالمنتجات الجلدية والأثاث، خاصة في ظل إقامة معارض المنتجات المصنوعة في مصر في السوق الرواندية. قيمة الصادرات المصرية لرواندا بلغت عام 2015 64 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات الرواندية لمصر 2014 نحو 30 مليون دولار.
ويتم العمل نحو توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما. وتتركز أهم صادرات رواندا لمصر في منتجات الشاي والقهوة والأناناس. حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا بلغ 23.4 مليون دولار 2018 مقابل 16.93 مليون دولار 2017، ذلك وفقا لتقرير إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري. في عام 2017 شهدت سوق الإنشاءات والعقارات في رواندا دخول 9 شركات مصرية انضمت للسوق تحت مظلة جمعية التجارة بين رواندا ومصر بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرواندا، والتي تقدم حلولاً ومشروعات في مجال العقارات والإنشاءات وتوفير مواد البناء بأسعار مناسبة للسوق الرواندي. كما تتعاون مصر ورواندا في مجال الري مستفيدين بخبرتهما، حيث حرصت مصر دائما على المشاركة الفعالة في كافة مشروعات الري وتوليد القوى وحماية نهر النيل وتطهيره بدول حوض النيل من خلال تقديم الخبرة الفنية والمعونة المادية. تجمع البلدان العديد من الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم لتؤكد مصر قوتها وريادتها في دعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها في شتى المجالات. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه تغطية خاصة على شاشة التلفزيون المصري لزيارة الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى مصر، والتي استقبله خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشهد معا مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الشقيقة، السيدات والسادة، يسعدني اليوم الترحيب بأخي فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الشقيقة، والذي تحمل زيارته العزيزة إلى القاهرة الكثير من معاني الأخاء والترابط بين مصر ورواندا، وتعكس مدى قوة العلاقات الثنائية التي تربطهما، كما تأتي استمراراً للتواصل والتنسيق المستمر بيننا حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية. وأننا نعتز كثيرا بما تتسم به لقاءاتنا من قدر كبير من التفاهم والود واتفاق وجهات النظر حيال العديد من القضايا، ونحرص على تبادل الرؤى تقديرا لدور فخامته الإقليمي والقاري ولما تتسم به رؤيته من عمق وسداد تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك. وأود في هذا السياق أن أعرب عن تقدير مصر وفخرها بتجربة رواندا الرائدة في التنمية تحت قيادته، والتي انطلقت بالبلاد من مرحلة التحديات والصعاب إلى مرحلة تحقيق رؤية تنموية الطموحة على كافة الأصعدة، وقصة نجاح إفريقية ملهمة والتي ظهرت ثمارها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية. السيدات والسادة، لقد ناقشنا اليوم التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وما شاهدته من خطوات جادة لدفع وتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتوافقنا على أنه برغم من العديد من الإنجازات التي حققناها في تنمية تلك العلاقات، إلا أنه ما زالت هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها. لقد اتفقنا اليوم على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بالفعل بيننا، وذلك لدفع التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما توافقنا على ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، والذي نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا، واتفقنا على ضرورة استغلال ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة للتعاون ودفع الشراكات الاقتصادية سواء الرسمية أو من خلال القطاع الخاص بين البلدين.
ودور تأثير الاستثمارات المصرية في رواندا، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين. وبحثنا كذلك التعاون القائم في المجال الطبي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأود أن أشيد في هذا الإطار بما تبذله رواندا من جهود إقليمية مقدرة في هذا المجال، وفيما يتصل بعملية بناء الكوادر الهادفة إلى دعم التنمية، فقد أعدت التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في تسخير إمكانياتها والعمل على توفير التدريب وبناء قدرات الكوادر الرواندية في مختلف المجالات بالتنسيق بين مختلف الجهات المصرية. وعلى جانب آخر، فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية. وأكدت كذلك على ضرورة توصل اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولت المباحثات بيننا قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، والتي تشكل تحدياً حقيقياً لعملية التنمية في إفريقيا. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، كما نوهت إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مشيداً في المقابل بالجهود الرواندية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا. وقد تبادلنا كذلك وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة، ولقد تناولت كذلك خلال مباحثاتي مع الرئيس كاجامي تعاوننا وتنسيقنا المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، وكذلك تجمع الكوميسا الذي ترأسه مصر حاليا، وتوافقنا على أهمية الإسراع بإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتفعيلها. وأكدت في هذا الإطار دعم ومساندة مصر عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وتقديرنا لجهود فخامته على هذا الصعيد باعتباره رائدا لهذا الملف المهم. وأخيرا، وفيما يتصل باستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ في نوفمبر 2022، فقد أكدت حرص مصر على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول قارتنا الإفريقية في هذا المجال، وعزمنا أن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في مجال العمل الدولي المشترك حيال المناخ. أخي فخامة رئيس بولكاجامي، أعرب لكم مجددا عن امتناني لتشريفكم الكريم وتقديري لمباحثتنا البناءة اليوم، التي أكدت حرصنا المتبادل على وطيد علاقتنا الاستراتيجية تحقيقا لمصالحنا المشتركة، متمنيا لفخامتكم ولشعب رواندا الشقيق المزيد من التقدم والاستقرار. شكرا. تفضل فخامة الرئيس. Excellency, President Abdel Fattah el-Sisi, my brother, friend, I would like to start by thanking you and your government for the warm welcome and hospitality we have received in this beautiful country. Thank you. The President and I have had very fruitful discussions, and I look forward to continuing to deepen our partnership. The agreement signed today will build on Rwanda and Egypt's long-standing and mutually beneficial relations
across a range of sectors. The COVID pandemic has reminded us that we are interconnected and more than ever before, and that no country can tackle global crises alone. So cooperation here is very important. Identifying new areas of that cooperation, therefore,